عايزين هيئة عليا لمكافحة الفساد، هيئة كده تبقى تبع حاجة كده، أي حاجة فيها فساد تروح لها، على ودي موجودة في معظم دول العالم. ملف الألغام اللي ماسكه جمال الشويخ ده مهم جدا. احنا عندنا 100 مليون لغم موجود في العالم، 20 مليون منهم موجودين في مصر، يعني مصر تملك خمس عدد الألغام الموجودة في العالم موجودة هنا في مصر. فاحنا عايزين نتخلص منها، طبعا مش عارفين لان احنا مش فاهمين بتتعامل ازاي. احنا مش عارفين نتخلص من هذه الألغام لاننا ما مضيناش يعني تريتي معين اسمها أوتاوا تريتي او اتفاقية أوتاوا. اتفاقية أوتاوا ديت في 156 دولة مضتها و37 دولة منها لم توقع عليها. انت لازم توقع على هذه الاتفاقية علشان الدول دول يجوا ويساعدوك ان هم يشيلوا الألغام من عندك. للأسف الشديد احنا كان عندنا فرصتين، فرصة سنة 99 وما مضيناش عليها، واللي مرضاش يمضي عليها الراجل اسمه ايه دوت احمد ابو الغيط، والفرصة التانية كانت سنة 2000 كانت موجودة في جنيف، واللي مرضيتش انها تمضي عليها اللي اسمها ابو النجا، اسمها ايه ابو النجا، فايزة ابو النجا مرضيتش تعملها. مشكلة المية في افريقيا دي مهمة جدا لان احنا وصلنا لخط العطش. احنا النهاردة بيدخل لنا المية 55 مليار زائد 50 مليار بيجي من الابار، ادي 60 مليار. ال 60 مليار لما تيجي تقسمه على عدد سكان مصر يطلعوا اقل من الالف. اي عدد اقل من الالف يبقى انت دخلت تحت خط العطش ان شاء الله. يعني واغلب الثورات اللي موجودة في العالم بتبقى عشان المية، وخدوا بالكم من موضوع المية ديت لان دي مهمة جدا. أموال مصر المهربة اللي احنا اتكلمنا فيها كتير ودخل فيها دلوقتي ناس كل واحد بيتكلم على مزاجه وما فيش حد عارف ولا حد فاهم هما بيعملوا ايه. في أموال مهربة في أوروبا بتعادل تريليون تريليون، يعني ألف بليون أو ألف مليار دولار. التريليون دوت من ضمنهم فيهم حوالي 250 مليار متهربة من مصر عن طريق الساسة بتوع مصر وبعض من الناس اللي كانوا يعني قريبين منهم. الفلوس ديت موجودة ولكن صعب جدا ان انت تطلعها. ليه؟ لانها دخلة في الاقتصاد الاوروبي، فانت لازم تتبع طرق معينة، واحد اتنين تلاتة اربعة عشان تعرف تطلعها. الطرق ديت احنا مش فاهمينها كلها. يعني مثلا اول حاجة ان انت لازم تمشي مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في مادة 21، لو تبعتها ممكن ان هم يجمدوا لك الفلوس. في مبادرة اسمها مبادرة ستار للبنك الدولي، دي مهمة جدا ان احنا نتبعها. وبعدين منظمة الشفافية الدولية اللي احنا اعضاء فيها، المجتمع المدني للمنظمات احنا اعضاء فيها، وفي شركات استعادة اموال واحنا نعرف ناس تعملها. عايزين نغير سلوكيات المصريين. في الحتة دي اخوانا بحتة استرداد الاموال قدم اتحاد المصريين في اوروبا الدكتور عصام بمقترح ايضا للمجلس العسكري بعد قيام ثوره 25 يناير، وقلنا ان احنا ممكن نساعد وندعم بقوه شديده جدا في التوفيق ما بين شركات استرداد الاموال وما بين المجلس العسكري اذا كانت هناك النيه صريحه وواضحه لاستعاده هذه الاموال. وبرده ما يعني ما حدش رد لحد دلوقتي يا باشمهندس. في بعد كده تغيير سلوكيات المصري، لان انا زي ما كنت بقول لسيادتك في مكتبك هنا ان مشكلة العالم الثالث او الفرق بين العالم الاول والعالم الثالث الناس، مش اي حاجة تانية. العالم كله فاكر ان احنا مشكلتنا نمرة واحد الفساد، مشكلتنا نمرة واحد مش الفساد، ده نمرة اتنين. اهم مشكلة عندنا الجهل. هنا مصر عندنا جهل مطبق، والجهل اللي انا بقوله ده مش معناها واحد فلاح قاعد بيلعب بالشادوف ده اللي اسمه ايه وراجل جاهل، لا، انا بتكلم على اساتذه جامعه عندنا جهله، احنا عندنا ساسه جهله، احنا عندنا ناس ماسكين احزاب جهله. الجهل دوت لازم ان احنا يعني نكافحه، لان من غير ما تكافح هذا الجهل انت عمرك ما هتروح ولا عمرك هتيجي. تغيير السلوكيات بتاع البني آدم ده جزء من الجهل اللي احنا فيه، فاحنا نفسنا ان احنا نتغير ونرجع للماضي. انا بصفة طبيب هنعمل ندوات ضخمة للشباب الأطباء هنا هوت، وانتوا هتسمعوا عنها، أول واحدة هتبقى في 12 ديسمبر. هنجيب الشباب مش عشان نعلمه، شباب الأطباء يعني مش عشان نعلمه يفتح ازاي ويقفل ازاي، هم فاهمين هذا الكلام، عندنا هنا أطباء محترمين جدا يعلمهم هذا الكلام. احنا هنعلمهم السلوكيات، يعني لما يجي يدخل عليك مريض مش اول حاجه تقولها له دكتور حمار مين اللي عمل لك ديت،
او مثلا البيه رئيس القسم داخل اوضه العمليات وبمولع سيجاره، واقسم بالله ده انا اطفيها له في عينه. دي لو موجوده بره عندنا ده احنا يعني لا يمكن، لا يمكن في مستشفى تقبله. هنا عندنا هذه السلوكيات بالنسبه للطب اللي انا جزء منه عيب جدا. ايه الفرق بين المصري اللي بيشتغل، المصري الطبيب اللي بيشتغل داخل البلد وخارج البلد؟ 2400 ميل ليس اكثر ولا اقل. ركب الطبيب من دول طياره وصفروا بره 3 ايام هيمشي على العجين ما يلخبطه. طب ما يعملوش هنا ليه؟ هنا المريض بيدخل اول حاجه الدكتور بيسأله عليها الفيزيتا. ما ينفعش الكلام ده. هذا الرجل حالف على يمين ان هو يحترم المريض، يعالجه في الاول وبعدين يطلب فلوسه بعد كده. التغيير السلوكيات ديت مهمه جدا. اطفال الشوارع يا جماعه دي مهمه جدا برضو بالنسبه لكم. انت عندك نص مليون طفل بيتولد وبيكبر وبيغتصب وبيموت في الشارع. الطفل يطلع الاربع حاجات دي كده ورا بعضها، يتولد يكبر يغتصبوه ويموت في الشارع. طبعا. فانتوا يا اللي ماسكين الاحزاب لازم تتكلموا في هذا الكلام، ما تبقوش نمطيين. تحالف قوى الشعب العامل، الوقوف على ارض صلبه، الديمقراطيه. ما عادش تحالف قوى الشعب العامل. ديمقراطيه، حد فاهم حاجه؟ طب ما انا اقدر اقول لك اكتر من كده، افتح الكمبيوتر ولا الانترنت ولا النيله واجيب لك انا بقى سطرين من دول.